إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين الأبرار الميامين المظلومين المضطهدين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمن الله من لجأ والتجأ إليكم يا باب الرحمة غريب يا مظلوم كربلاء لله روح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المفقودة ومجرحا ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا من جديد قد كان بدرا فاغتنى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا تحمي شعته العيون فكلما حاولنا إرسال هاجرة إليه بريدا حنى فلن ترى مثلهن نوائحا إذ الورقة تحسن عندها الترديدا وثواكل بالنوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكلي يكون سعيدا وغدت أسيرة خضر ابنة فاطم لم تلف غير كفيلها مصبودة تخفي الشجاعة جلدا فإن غلب الأسى ضعفت وأبدت شجوها مكبودا نادت فقطعت القلوب بشجوها أخي يا أملي وعقد جماني منضودا ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا المحنة
انشغلت عنا انقل يا ابو عبد الله حاشاك انك لا تزال ودودا انا نخي ومن نواخي راح صوتي الخيمة وحرام مسلبة وعليه الصحيح
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. واقعة القف واقعة ليس لها مثيل في التاريخ أبدا. وواقعة القف وضحت إلى كل البشرية ما هو صحيح وما هو خطأ. من واقعة القف نستلهم صبر، نستلهم قوة، نستلهم ثبات، ونستلهم أيضا هناك المشاعر الرقيقة والجياشة. وكل ذلك ما قلنا آنفا هو يتكون ويتغلغل في شخصية سيدتنا ومولاتنا زينب سلام الله عليها. زينب، ومن زينب، وما أدراك من زينب. زينب سلام الله عليها، ما الذي أتى بها إلى أرض كربلاء؟ ما الذي أوصلها إلى واقعة القف؟ هل جاء الموضوع من كلالة هكذا أنه هي أخته الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فلا بد أن تمضي معه في الوقت ذاته، حصلت ظروف لها وذهبت، أو لا زينب كانت أصلاً مهيئة لأن تكون في واقعة كربلاء؟ أولاً كل ما نستلهمه من زينب سلام الله عليها في أوله هو ماذا؟ الصبر. أول ما نستلهمه من زينب سلام الله عليها ماذا؟ الصبر. كم صبرت وصبرت على ما أصابها وأصاب أهل بيتها أمام عينها. زينب سلام الله عليها في أشد الظروف وأشد ما لاقته من هؤلاء القوم الذين لا يعرفون حقا معنى البشرية هم آل أمية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أطل على الدنيا أراد أن يغير مفهوم الموجود في عقول هؤلاء البقر، هؤلاء النعام أعزكم الله، هؤلاء الذين كانوا متخلفين عن الإسلام. وهو ماذا كان عندهم؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا فهو كظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما أطل على الدنيا أراد أن يغير هذه النظرية في عقولهم. ماذا صنع؟ أول ما رزق بفاطمة الزهراء سلام الله عليها أحسن فيها وأحسن إليها، أخذ يشبع يدها وجبهتها لثما وتقبيلا، وقال من رزق ببنت وأحسن تربيتها وتسميتها كانت له ستما من النار يوم القيامة. ليش؟ يريد أن يغير ما في منظورهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنده نظرة بعيدة، نظرة مستقبلية، ما سيحدث على أهل بيته. واقعة كربلاء هي أصلا قصة أو خطة أو كانت منظومة ومرسومة من قبل عالم الدرب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم ما سيجري عليه وعلى أهل بيته، صحيح ولا لا؟ فلذلك نرى بأنهم ما تغيرت هذه العقلية عندهم حتى بعد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم واقعة القف. أكثر ما صنعوا مما صنعوا قتلوا الحسين وأهل بيته، جزروا على بابا كربلاء، بعد أكثر من ذلك أغاروا نفوسهم حتى على النساء، حتى على الأطفال، حتى على بيوت محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن ماذا نستلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ زينب سلام الله عليها ثلاث نقاط أوضحها وبعدين أرجع أقول لك شنو زينب. أتت هكذا أو لا؟ كانت خطة مرسومة لابد أن زينب تكون موجودة في واقعة القف. زينب سلام الله عليها في أشد الظروف في ليلة الحادي عشر من المحرم، الإمام زين العابدين يقول كنت جالسا في خيمتي، هذا قبل أن تحرق الخيام، كنت جالسا في خيمتي أخذت أنادي على عمتي زينب، عم زينب أين أنت؟ مرة عم زينب أين أنت؟ فلم تجب. أجابتني بعد مدة، نعم يا ابن أخي أين كنت عم زينب؟ تقول له كنت أصلي صلاة الليل. الله أكبر. في هذه الظروف أخوتها مصرعون على بلغاء كربلاء وكل هالحرات وتغير القوم على خيام آل بيت رسول الله وتحرق الخيام، مع ذلك زينب واقفة في العراء بعد
هي ما تفوت تصلي صلاة الليل. الله أكبر. زينب الإمام زين العابدين أراد أن يوضح شيء، يعني عم زينب في هذه الظروف ما أعتقد نحتاج يعني هو ماطل، وإنما أنا أتصور بنفسي هكذا القاصر عم زينب بعد أكثر من هذه الظروف التي نمر فيها ما يحتاج صلاة الليل، لكن توضيح لأن صلاة الليل مو إلي وإلى الفضاء، صلاة الليل هي من الواجبات على الإمام المعصوم أو على الشخص المعصوم، مو مثل مثلك أنا عنده وعندك مستحبة صحيح. المعصوم ما يصلي مثلنا كل يوم 17 ركعة فقط ممكن، لا، وإنما 51 ركعة بما فيها نوافل الليل، يعني هذه أشياء من الواجبات عليه حتى يكون ماذا أقرب إلى الله، لأنه إمام معصوم، لأنه معصوم عن الخطأ. فزينب سلام الله عليها استدل ذلك، دل على ماذا؟ دل على أن زينب سلام الله عليها إن كان لها عصمة كان لها عندها حتى العصمة الصغرى. فزينب سلام الله عليها كانت تمتثل لقول إمام زمانها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا أول واحد. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة العاشر من المحرم تأتي إليه أخته زينب تنظر إليه، يعني أنت تخيل المنظر ليلة وهدوء وإذا بالجيش يتقدم خطوات، زينب سمعت صوت الخطوات، خطوات الخيول، أتت إلى أما عبد الله. أما عبد الله ما أدري أنت شنو يعني تتوقع راح يسوي، شنو تفكر فيه لازم نسويه، لأن أنا أحس الجيش قاعد يتقدم علينا يدنو من المخيمات. ينظر إليها الحسين يقول لها أخي زينب ربط الله على قلبك بالصوت، لا يأخذن بحلمك الشيطان. وإذا بعينيه جارية، الحسين عينيه تدمع يبكي، تنظر إليه أبا عبد الله أو تبكي، نحن نستلهم الصبر منك، لكن إذا نظرت النساء والأطفال إليك وأنت تبكي ماذا يصنعون؟ أو تبكي على ما سيجري عليك؟ قال لا والله يا زينب لا تخافي ولا تحزني، فأنا ابن أبيك، أنا ابن أمير المؤمنين، إنما أبكي على هؤلاء القوم، أبكي على هؤلاء القوم، فإنهم يقتلونني ويدخلون النار بسببي، لا على نفسي أبكي. شوف شلون الجبل من الصبر زينب، بدل أن تنظر إلى أخيها يبكي، يعني أنت إذا شفت أخ عزيز عليك، شخص عزيز على قلبك يبكي يجهش في البكاء، تنظر إليه تبكي معه، هذه امرأة، امرأة شنو قلب عندها جياش يكون رقيق، إذا نظرت إلى أخوها يبكي مو تبكي معه، لكن وتراها لا والله وإنما تجلدت بالصبر وهي تقول إلى أعلى عبد الله يا أبا عبد الله نحن نستلهم الصبر منك وأراك تبكي. هذا موقف ثاني. شنو زينب كانت مهيئة إلى عبد العاشر إلى كربلاء؟ أكو أكثر من موقف وقوف زينب سلام الله عليها في مجلس الطاغية في ابن معاوية، وهو ويضرب بمخصرة الثنايا الحسين وينظر إليها يقول كيف رأيت صنع الله لأخوتك؟ شنو قالت زينب؟ مو أكو واحد يشوف قدام أهل بيته هكذا يصنع بهم؟ مو يجهش بالبكاء ويحزن؟ مو يجزع؟ زينب قالت ما رأيت إلا جميلا كل ذلك بعين الله أمن العدل يا ابن الطلقاء. شوف شلون الله أكبر في أشد الشدات وعدها كل هذا الجيش أمامها، يعني مو شيء عادي، لكن الله عز وجل إذا أراد أن يرفع يرفع يرفع. فاستطاع زينب بصبرها وقوتها التي استلهمتها ممن؟ من أبيها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. زينب قلت لك لو ما كانت مهيئة لما كانت صنعت كل ذلك في أرض كربلاء أبدا. تعال من يوم تولد زينب سلام الله عليها، زينب ولدت في السنة الخامسة للهجرة في شهر الخامس جمادى في اليوم الخامس، عيد أربعة تتذكر خمسة خمسة خمسة. زينب سلام الله عليها ما إن وضعت فيها الزهراء أتت بها إلى أمير المؤمنين، يا علي سمي هذه البيت، تعال شوف شلون زينب مهيئة لولا، من وين؟ من ذلك اليوم مهيئة أن تكون في كربلاء، سمي هذه البيت. قال لها ما كنت لأسبق أخي وحبيبي رسول الله، ورسول الله كان غائبا عن المدينة المنورة، كان مهاجرا رجع من السفر، جاء بها أمير المؤمنين
إلى رسول الله: يا رسول الله سمي هذه البنت. قال: ما كنت لأسبق حبيبي وأخي جبرائيل في تسميتها، وإذا بالوحي أهبط على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله إن الله يطلبك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك سمي هذه البنت بزينب. فينظر رسول الله لحظات أمير المؤمنين ينظر، وإذا بعين رسول الله تدمع، تنزل الدموع على خد رسول الله. رسول الله يبكي: مما بكاءك يا أبا الزهراء؟ تنظر إلى أبيها: مما بكاءك؟ لقد بكيت في مولدي للحسن وقلت لأنه يقتل مسموما، يقتله قومه مسموما، ورأيتك تبكي يوم ولدت بالحسين، قلت لأن قومه يقتلونه ويظل ويبقى عريانا على بوغاء كربلاء، ولكن يا رسول الله أبا هذه بنت، ما الذي يبكيك؟ ماكو بيت فاطمة الزهراء ما دخل فيه الفرح أبدا. قال: هذا جبرائيل يبشرني حريا بها بأن تكون أم المصائب، وكأني بها سبية يخرج بها من كربلاء إلى أرض الكوفة ومن الكوفة إلى الشامات. يعني شوف شلون من يوم مولد زينب وخبر زينب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر عند فاطمة الزهراء والحسن والحسين، تعال شوف بعد أن مكثت في حجر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي حجر أمها فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين، ومن ثم عند الحسن، ومن ثم عند أخي الحسين. الله أكبر، زينب عاصرت كم وجمعت بين النبوة والإمامة. كل المصائب رأتها، رأت جدها على مغتسله، أمها على فراش موتها ومغتسلها، نظرت إلى أبيها عندما أتوا به من المحراب مضروب على رأسه ورأته على مغتسله، رأت الحسن كيف يتقيأ ذلك الكبد في الطش، رأت الحسين على بوغاء كربلاء. أكو بعد أكثر من هذا الشيء؟ شنو صبر عندك يا زينب؟ أستغرب من هؤلاء الذين يقولون يعني إذا جيت أنا قلت صلى الله عليك يا زينب، ليش تستغرب صلى الله عليك يا زينب؟ ليش لا؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أكو أحد صبر صبر زينب سلام الله عليها؟ أكو صبر مثل صبر هذه العقيلة المخدرة؟ تعال أمير المؤمنين يأتي لها بعد أن كبرت دخلت في سن الزواج، شنو الشرط الأول كان إلى عبد الله بن جعفر؟ بأن تكون لا تفارق أخوتها ولا تفارق بيت الإمامة أبدا، أن تبقى في بيت الإمامة في بيتي ما تروح وياك، عندها قضية لازم تسير على نهجها إلى أن تنتهي تلك القضية بعد ترجع إليها. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب يعلم ما سيجري في كربلاء، وكان يهيئ زينب سلام الله عليها لأن تكون الثورة من بعد الحسين عليه الصلاة والسلام. لكل ثورة هناك ثورة مضادة، لكل الثورات هناك ثورات مضادة، والثورة المظلومة لا تقوم إلا بالإعلام. الأساس في الثورة هو الإعلام، فكان الإعلام في كربلاء هو زينب تضحي بنفسها. لذلك الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة عاشوراء يلتفت إلى أخته زينب: أخي زينب، ربط الله على قلبك بالصبر، وكأني بك سبية يخرجين من كربلاء إلى أرض الكوفة، ولكن أخي زينب اصبري وصابري. إيش عندك يا عبد الله؟ ليش توصيني؟ قال: إني ماض عنك في غدر، مصبح إن شاء الله بعد ماضي مروح عنك. أبا عبد الله أو أبتلى بهذه المداعير أو هذه البسمة والأطفال؟ قال: بلى. قال لها: أخي زينب، أوصيك بالعيال خيرا. إيش قالت زينب؟ أنا بعيني لباري لك عيالك، وأنا بقلبي لسكن لك أطفالك، لكن أبا عبد الله لو أن الموت يأخذني بدالك. يعني بعد أكثر من هذا الشيء ما أقدر أستحمل. بعد ما عليش أبا عبد الله، أنا صبرت كل هذا الصبر من أجل ماذا؟ من أجل الله عز وجل، وأقدر أصبر أكثر، لكن أقدر أخليك تروح؟ لا ما أقدر. يعني تخيل أنت صديق عندك باكر لمدة خمس سنوات.
سنوات ست سنوات اجيبك انا باكر اسافر عنك بعد اروح وما ارجع شنو يصير بحالك انت مو تحزن مو تبكي مو يدخل في قلبك الحزن الحسين 55 سنه مع زينب 55 سنه مع زينب اجي قل لها في لحظات ترى انا باكر ماشي عنكم في غث المصبح زينب انا ماشي رايح وخيّ زينب الله الله في العيال قل له انا بعالي لباري لك عيالك وانا بقلبي لسكر لك اطفالك لو ان الموت ياخذني بدالك اذا تريد ننساك وبطل النوح وليلي اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني انا اذكر ايام الجنت وياك الاغيك وتلاغيني ابا عبد الله انسى شنو اذكر شنو والله عليك شلون تخليني والله بعد اكثر من ذلك تعال شوف اليوم العاشر من المحرم الله اكبر عندما هدعت اصوات الخيول واذا بزينب اتت الى الامام زين العابدين يا ابن اخي ما الذي حصل لقد غاب عني صوت اخي وابوك الحسين وصوت ابي الفضل قال لها عم زينب اسنديني الى صدرك عم زينب ازيح الستار ازيح باب الخيمه فتحت باب الخيمه واذا بالامام زين العابدين يقول عم زينب هيئي نفسك للمصائب فهذا راس والدي الحسين على رمح طويل التفتت زينب شو تسوي التفتت الى ناحيه العلقميه اش نادت يا عباس ماني من المدينه بدمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف مني انا خجيت تبريت بعت السهم مني وبنيت وانا بهالعيا وزينب بعد مو هذا الشيء بعد اللي اعظم من ذلك خليني اخذ لك حتى تعرف زينب شلون كانت مهيئه بعد اكثر من ذلك شنو عندك اكثر؟ يوم خروجهم من كربلاء لعنة الله عليك يا عمر بن سلمة يعني شنو من قلوب قاسية ها هم أهل الجاهلية عادوا والله وإذا باللعين بعد أن جاءت زينب وأركبت النساء والأطفال على تلك النياق العجف وإذا بالصوت من ذلك الناعين مروا بهم على أجساد قتلاهم تنظر زينب الى زين العابدين واذا به يجهش بالبكاء ما الذي يبكيك يا ابن اخي قال والله لا ابكي على ما اراه وانما ابكي على ما سيجري عليك التفتت الى ناحية العلقمي اش نادت يلا 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 وياك كنا بصوت واحد وعندنا لقبية لها عشان زينب سلام الله عليها اش نادت يا عباس اب عن معاشك رضيت الشمر حابينا على عجف مشن حسرة خواتك والوعد وينا هالنومة يا ابو فاضل بجنب العلقم خلها ستر محملها وخلي العلم يا مهيب قدام الطعن زينه وويلاه بعد ايش عندك يا زينب ليش تعتبين علي اجلها العتب يا زينب على راسه على عينه لكن اظن ما جيت لا نظرتني وين الراس والجفه
الصواب المهم نكسوه. انا دريت بقطعة جفوفك، دريت براسك المطلوب، انا بعيني شفت جسمك على الشاطئ موزعينه، لكن قل لي وش جارت الحرمة اللي سد عليها، اي مثل ضيم الجرح لاختك تعاتب غير وليها. ولا رادت يا اخوي تنوح شو تقول ابن عيه، الحزن من طوب دلاله ونعاتب عناوينه. حلها حلها يا عباس ويا زينب، لكن اقول لك بعد الله انا ماشي عنك ورايح الى ارض الشام والله وياه محلل روح يا العباس، كله مر وعتب يعده، ترى غير وغير اخوك حسين ما واحد عرف معنى. وصوتك نام على النهر مشكور وانا ما للكوفة وظل الشام تاليها يودونه، وياي للكوفة وظل الشام تاليها. زينب زينب بغربتها على فراش المنية، يا علي يا علي ارطب ارطب. زينب بغربتها على افراش المنية، تذكر احبتها وتجر والنخفية، تذكر احبتها وتجر والنخفية. بين بني هاشم عن الحور النجيبة، من قبل لا ترحل عن الدنيا غريبة، كل ما تقاسم صيبة تتجدد مصيبة، كل ما تقاسم صيبة تتجدد مصيبة. في العمر ما شافت ولا ساعة هنية، إيه في العمر ما شافت ولا ساعة هنية. يا علي من زغر سنها واسها من الهضب شاي، ما حد مثلها قاسة من دهر نواي، ومصيبة اللي صارت بهم المصايب، ومصيبة اللي صارت بهم المصايب، ذبحة اخو احسن برض الغابر، ما اسمع ذبحة اخو جني عاين زينب بآخر الأنفاس. فوين في الشمال غريبة وحيدة ماكو وياها أحد. جني عاين زينب بآخر الأنفاس، تبكي على الحسين وتبكي على العباس، وتبكي على الحسين وتبكي على العباس. جن هالبتولة جت إليها معصبة الراس، جن هالبتولة جت إليها معصبة الراس، هانت عليها بشافة أمها كرزية، من شافت أمها دموعها سالت بحسرة، شافت أمها سالت دموعها بحسرة، نادت بحجرج والسدي راسي يا زهرة، ونادت بحجرج والسدي راسي يا زهرة، صاحت يا بنت المعذورة ضلوع متكسرة، صاحت يا بنت المعذورة ضلوع متكسرة، حالك يا بنت بهالوضع يصعب علي، حالك يا بنت بهالوضع يصعب علي. لطمت 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 الحارة بالحزن صفت دمعها، من سمعت امها تصيح من كسرة ضلعها، وتذكرت يوم الرجس بيد الصفا.
امريكا بعد وصدت الحاره للزجيه بدمعه العين. الله يحفظك يا كرماني، شلون تصور عندك؟ وصدت الحاره للزجيه بدمعه العين، ان كان يصعب منظري في ساحه البيت، وش حال قلبك لو حضرت عزيزك، وش حال قلبك لو حضرت عزيزك، ان بالعالم تربع على صدر دعيه، بالعالم تربع على صدر دعيه، ساحة الزهر تخبرني بالجرى وصار، وانا حضرت بمصرعه وقلبي اشتعل النار. الشمر من شفت وصاك، ومن شفت في نحر الشمر مكن البتار، ومن شفت في نحر الشمر مكن البتار. وحسين خضبت راسي من دمى نحر الجرية، خضبت راسي من دمى نحر الجرية. لا تتعب وطام تشوفه يفحص برجله التراب، وانفصل راسه وانفصل راسه قلب ابويا المصطفى ذا، ولا منك نصبت في السماء لجله عزيه، ولا منك لجله في السماء نصبت عزيه، ويلي ويلي وما بين فاطمة الزهراء تنعوت النار، وزينب معاها تهين دمعها على المذبوح. اصرخ بها زينب طاب النفس منها، يا ويلي فاضت الروح وبماتت الحرارة، انفطر قلب الزكية. على أمها من دارها تهدى إلى شرجال. يا الله يا الله، إلهنا نسألك وندعوك اسمك العظيم العظيم العزيز الجليل الأكرم. يا الله فرج عنا فرجا عاجلا غير آجل، كلمح البصر أقرب من ذلك، يا كريم شافي وعافي مرضانا، لا سيما المنظورين ومن خصصناهم بالدعاء. يا الله اللهم فك قيد أسرانا من أين ظلمت. يا الله خلصنا ممن ظلمنا يا أرحم الراحمين، تقبل منا هذا القليل في حق سيد الشهداء وأخته زينب سلام الله عليها، وإلى أموات الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات ومن ماتوا على الإيمان وخدمة الحسين الماضي رحمه الله، من يرضي لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.